السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، ومن منبر قناة جوسات الفضائية الأردنية ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ والمهندس سيد سعد الدين البستنجي من مركز نور الثقافي للدورات التدريبية. سعادة الأستاذ والمهندس سعد الدين البستنجي، مساء الخير. مساء الخير أستاذ العزيز، مساء الخير السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بقناة جوسات في مركزنا المتواضع. أكيد، وإحنا نقول لك أهلا وسهلا فيك بكل حلقة تلفزيونية على برنامج إنجازات وطنية. سعادة الأستاذ المهندس سعد الدين بستنجي، تأشهر من أن تعرف في مركز نور الثقافي للدورات التدريبية. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو الأستاذ والمهندس سعد الدين البستنجي؟ تفضل سعد. المهندس سعد الدين البستنجي، بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الإسراء، أعمل في قطاع الإنشاءات كذلك في قطاع التعليم، المدير العام لمركز نور الثقافي. جميل. سعادة الأستاذ المهندس سعد الدين بستنجي، نتحدث الآن عن مركز نور الثقافي للدورات التدريبية، ولك الباع الطويل وأفنيت العمر الطويل في هذا المركز. حابين نتعرف عن تأسيس مركز نور الثقافي. تأسس مركز نور الثقافي بالعام 2010. تبلورت لدينا فكرة إنشاء مركز نور الثقافي من خلال عملي في قطاع التعليم. لاحظت الكثير من الملاحظات على طلابنا، وأهمها ضعف طلابنا في الكثير من المهارات التعليمية، على سبيل المثال مهارات الكتابة والقراءة والإملاء والخط، ضعف شديد جدا. من هون بدأت فكرة تأسيس مركز للدورات التدريبية، إكساب طلابنا هاي المهارات للمساعدة في إنشاء جيل متعلم له القدرة على الكتابة، القراءة، له القدرة على الحوار، له القدرة على النقاش، بالإضافة للنهوض بالمسيرة التعليمية أو المشاركة بالنهوض بالمسيرة التعليمية في بلدنا الحبيب الأردن. كلام جميل. سعادة الأستاذ سعد الدين البستنجي، كيف سنكسب الطلاب هذه الدورات، ومن الدورات أيضا كيف سنكسبهم التأسيس والإلمام للعلم؟ في البداية واجهتني صعوبة كبيرة في بداية التأسيس. كيف تستطيع تأمين الكادر المتخصص لإكساب طلابنا في المراحل الأساسية هاي المهارات؟ الحمد لله رب العالمين، استطعنا إيجاد الكادر، تأسيس هذا المركز بجهود مدرسين ومدربين أخصائي عن علم النفس وعلم الاجتماع. استطعنا إيجاد دورات ووضعنا الخطط والبرامج بحيث أنه نكسب طلابنا أهم المهارات، مهارة الكتابة، مهارة القراءة، مهارة الإملاء، واللي فقدوها نتيجة استخدام السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. أصبح طلابنا بيعتمدوا اعتماد كلي على لغة الشات، أصبحت لغة الشات تتداول حتى في المدارس بعض الطلاب. احنا استطعنا الحمد لله أن نوجد البرنامج، نبدأ بالمراحل الأساسية بتعليم طلابنا الاعتماد على هاي المهارات أو اكتساب هاي المهارات بشكل صحيح. جميل. لماذا اختار جيل الشباب المراكز؟ هذا سؤال أكيد مهم سعادة الأستاذ سعد الدين المستنجي للسادة المشاهدين. هلا خلينا نقول ما هو أسباب إقبال الطلاب على المراكز وعلى الدروس الخصوصية. هلا هاي الأسباب كثيرة،
من ابرز هذه الاسباب سعاده الاستاذ؟ هاي الاسباب ممكن نقسمها لاربع اقسام. تفضل. قسم يخص المعلم، قسم يخص وزارة التربية والتعليم، قسم يخص الطالب شخصيا، وقسم يخص أولياء الأمور. هلا فيما يتعلق بالقسم الأول أو المعلم، بصراحة يعني فقدان المعلم الكفؤ في معظم مدارسنا. نعم. للأسف أصبحنا نفتقد للمعلم الكفؤ. وأحيانا حتى وإن وجد مدرس كفؤ في 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 مدرسة، هذا المعلم أو المدرس لا يقوم بواجبه كما يجب حتى يجبر الطلاب الذهاب إلى المراكز. حتى المدارس ذات التاريخ العريق في الأردن واللي كان القبول في هاي المدارس يحتاج إلى معدل مرتفع أو حتى واسطة كبيرة، الآن أصبح العمل فيها فقط لكسب المزيد من الطلاب، لكسب مزيد من الطلاب هاي المدارس للتوجه للمراكز. وإذا بتلاحظ أصبحت نسب القبول في نسب النجاح في هذه المدارس متدنية، والسبب انشغال المعلمين بهذه المدارس العمل بالمراكز والدروس الخصوصية. من جانب آخر، الراتب المتدني للمعلم سواء في مدارس الحكومة أو في مدارس القطاع الخاص، يعني هل يا ترى أثر سلبي أيضا على المعلم؟ طبعا، أصبح المعلم يبحث عن باب آخر للرزق، أصبح المعلم على المثل المتداول على قد ما بتعطيني بعطيك، خصوصا في التعليم الخاص أو في المدارس الحكومية، بالإضافة لاكتظاظ الصفوف في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة، أفقد المعلم قدرته في التعامل مع كل الطلاب. شو الحلول بوجهة نظرك؟ الحلول يجب أن نبدأ من المراحل الأساسية، يجب تكثيف الرقابة على المدارس الحكومية وخاصة في المراحل الثانوية. نعم. بتعرف بسبب انتشار المدارس أو كثرة عدد المدارس وقلة عدد المرشدين في وزارة التربية والتعليم، ما بنقدر نحط في كل مدرسة مشرف أو رقابة. لو بحثنا في الفرق بين المعلم في المدرسة والمعلم نفسه في المركز، نفس المعلم أداؤه بالمدرسة وأداؤه بالمركز، المعلم هل يوجد فارق؟ فارق كبير جدا. من أي جهة؟ من أي ناحية؟ نعم. المعلم بالمدرسة حصته 40 دقيقة يعطي بها القليل القليل على قد الراتب. نعم. المعلم بالمركز يبدأ ببذل مجهود خرافي، مجهود كبير عظيم. طيب شو السبب ساعات المستقبل؟ أيوة، السبب يريد اكتساب المزيد من الطلبة. نعم. الأستاذ في المركز يبحث في السنوات السابقة، يجتهد، يجد، يبحث، يعد دوسية بشكل صحيح وشكل جيد بحيث يجلب للمركز أكبر عدد ممكن من الطلاب، وبيركز بالدوسية وبيحصصه بالمركز على الأمور والنقاط اللي بتتكرر في امتحان الوزارة، بيركز عليها، فبتلاقي سمعة الأستاذ بالمركز سمعة كبيرة، لكن بالمدرسة للأسف، وإذا بتلاحظ في كثير من الطلاب كون أستاذه فلان بالمدرسة، نعم، ونفسه أستاذه فلان بالمركز. بالمركز. نعم. طيب يعني لا تأخذني، إذا كان الطالب، إذا أنت كطالب مش مستفيد من أستاذك في المدرسة، بتروح له على المركز ليش؟ هذا هو السؤال. هذا هدف المدرسين. نعم. ما بنعطي بالمدرسة بالشكل المطلوب حتى يضطر الطالب للذهاب للمركز أو حتى للدروس الخصوصية. يعني إحنا بنحكي ساعة الأستاذ سعد الدين المستنجي، قلة الرواتب هي السبب الرئيسي؟ يعني نستطيع القول أيضا جشع بعض المعلمين أو ما يسمى الآن التجارة الرائجة هذه الأيام، تجارة التوجيه. جميل. لماذا اختار أو عفوا هل يعني أثر الملخصات والدورات
أثر الدورات خصوصا يوم الامتحان، وكما ذكرت سعادة الدكتور أو سعادة الأستاذ سعد الدين البستنجي، الدورات المكثفة، تجارة التوجيه، هل يعني هذه أثر الملخصات والدورات المكثفة خصوصا يوم الامتحان بمسمى تجارة التوجيه، هل هي بأثر رجعي أم إيجابي؟ الملخصات سلاح ذو حده، نعم، لكن أثرها الأكبر الأثر السلبي. سلبي. نحن نعلم جيدا بأن امتحان الثانوية العام كما تؤكد وزارة التربية والتعليم في كل عام بأنه من منهاج الوزارة فقط، من منهاج وزارة التربية والتعليم. نعم. هلا يعني لو بدنا نحكي على الملخصات اللي بيعملوها المعلمين بنشروها بالمكتبات، هاي الملخصات هي ملخص لمنهاج راح يتقدم فيه الطالب للامتحان. نعم. هل تضمن أن كل أستاذ قد غطى كل نقاط المادة؟ وهذا ما يدفع الطلاب في نهاية كل امتحان أن يقولوا بأن بعض الأسئلة في المنهاج جاءت من خارج منهاج وزارة التربية والتعليم، لا، هي من خارج ملخص الأستاذ اللي أنت درست على ملخصه. هذا واحد. من جانب آخر، انتشرت في الفترة الأخيرة موضوع الدورات المكثفة لمواد الحفظ. نعم. قوم الأستاذ بإعداد ملخص، طبعا هو مش ملخص، ووضع الكتاب بالكامل لكن بإخراج عبر تصغير الخط، ضغط الصفحات، وضع الكتاب كله في ملخص، دعا الطالب إلى حصة مراجعة مكثفة ليلة الامتحان، مادة حفظ كتاب، خلينا نتكلم عن 90 صفحة. الطالب في الفترة الحالية مع ما يقارب 18 ساعة لدراسة الامتحان. أعطيك على سبيل المثال الدورة الأخيرة، الدورة الصيفية الماضية، صدفت أنه الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك، الطالب كان ينهي الامتحان على فترتين، فترة تنتهي الساعة 1 ظهرا، فترة تنتهي الساعة 3 عصر. الطالب روح الساعة 3 العصر صايم تعبان، أخذ قسط من الراحة، بدأ يدرس، دخلت مراسم الإفطار، بعد الإفطار توجه للمركز لحضور دورة مكثفة في مادة حفظ في كتاب دورة مكثفة بعد الإفطار. نعم يعني بكون أكيد يمكن الطالب بعد الإفطار بشكل عام مرهق أكيد من الإفطار، وأكيد مرهق من يمكن ساعات أيضا الدوام. هذا شيء حقيقي، لكن حتى لو كان الطالب بكامل قوة، نعم، الجسدية والعقلية والنفسية، هل يستطيع مدرس أن يحفظ طالب مادة خلال 4 ساعات أو 6 ساعات في قاعة تضم 60 أو 50 أو حتى 40 طالب أكيد يحفظوا الكتاب خلال 4 ساعات؟ طيب هذا الطالب أخذ ساعة بالطريق رايح للمركز، 4 ساعات ضمن المركز، ضمنهم ساعة بريك، ساعة بعد الدورة، الطالب أضاع 6 ساعات. روح الطالب اطلع لساعته، بقي للامتحان 6 ساعات، نعسان تعبان ما نمتش بدي ارتاح، صح الطالب، بالمحصلة راح الطالب على الامتحان، الطالب ما درس المادة، قال ما استفدنا ايش بالضبط، اخفق. فاصبحت للأسف هي تجارة، فقط تجارة، لا يهمها المسيرة التعليمية في الأردن، لا يهمها أجيالنا، لا يهمها نتائج التوجيه، فقط الكسب المادي فقط، ونستطيع تسميته كسب غير مشروع. أكيد. بضم صوتي إلى صوتك سعادة الأستاذ سعد الدين البستنجي. نتحدث الآن عن موضوع آخر، ننتقل إلى موضوع آخر، نتحدث عن المشكلات والمعوقات. أكيد أنتم تواجهوا مشكلات مع ثقافة المجتمع. نعم. ونتحدث عن أبرز هذه المشاكل. هذه مشكلات كبيرة. نعم. واجهتني في بداية تأسيسي لمركزي. هذا المركز أنشأ كما قلت لك في البداية لإكسار طلبتنا كثير من المهارات اللي يفتقدوها. نعم. واجهتني مشكلة في إقناع المجتمع بفكرة مشروعنا. تحكي للمجتمع أنه ابنك ضعيف بالكتابة والقراءة والإملاء،
احكي لك حتى ضعيف بأدنى العمليات الحسابية، أساسيات العمليات الحسابية، الجمع والطرح والضرب. يعني نقصد إحنا أولياء الأمور. بالضبط. نعم. أولياء الأمور تحاول إنك تقنعهم بإنه ابنك ضعيف وبحاجة لحد يدربه ويقويه على هاي المهارات. يعني طالب بوصل مرحلة التوجيهي مش حافظ جدول ضرب، طالب بدخل مرحلة جامعية بعرفش يكتب إملا، وهذا حقيقة. أنا هذا السبب، يعني الأثر رجع التأسيس. بالضبط، هذا السبب أساسي دفعني لتأسيس معهدي، هذا السبب الأساسي اللي دفعني لتأسيس مركز نور الثقافي هو إكساب المهارات. للأسف الفكرة عند أولياء الأمور إنه بنضل صابرين لحتى نوصل لمرحلة التوجيهي، ببلش أبحث لابني على اسم لامع في عالم مادي مثل الرياضيات الفيزياء الكيمياء، ببعث ابني على المركز مشان يتعلم. حاولت أوصل للمجتمع فكرة إنه نحن لا ندرس لكي ننجح بالامتحان، نحن ندرس لنتعلم. تعلم أكيد. هاي أكثر مشكلة واجهتني في إيصالها لأولياء الأمور، إيصالها للمجتمع مع المحيط. نعم. الصعوبة الثانية إنه كيف توصل للكادر التعليمي إنه إحنا هدفنا مش ربحي فقط، هدفنا المشاركة في بناء مجتمعنا، هدفنا المشاركة في النهوض بالمسيرة التعليمية. نعم. إيد واحدة ما بتزكف يا أخوان، إيد الحكومة لحالها ما رح تزكف إذا ما اشتغلنا إحنا كلنا مع الحكومة على النهوض بالمسيرة التعليمية ومشاكل ومعالجة مشاكل التعليم في الأردن، ما رح نقدر نوصل للهدف المنشود. نعم. أكيد. هل يوجد تعاون سعادة الأستاذ سعد الدين مستنجي بين وزارة التربية والتعليم والمراكز الخاصة، يعني مثل مركز نور الثقافي؟ والله للأسف لا، لا يوجد تعاون، لا يوجد أي نوع من التعاون. شو السبب؟ هلأ معالي وزير التربية والتعليم مشكور يحاول محاربة ما يسمى بتجارة التوجيهي عبر المراكز المتخصصة بالتوجيهي فقط. المراكز اللي بتدرس منهاج وزارة التربية والتعليم في مراكزها، اللي خلينا نحكي دورات التقوية، فقط دورات التقوية لطلبة التوجيهي. طالب يجيب الطالب بس بعطوه منهاج التوجيهي، بحفظه المادة مشان ينجحوا بعدين، ما ليش علاقة. معالي وزير التربية مشكور. نجح ولا ما نجح ما علاقة. لا، نجح طالب أو ما نجح ما إلنا علاقة. ما إلنا علاقة، يعني إحنا خلاص مرحلة وعدت، هذه السلعة وصلت لعنا، أعطيناها السلعة اللي عنا، أخذنا المردود المادي. هلا شو صار بعد هيك ما بيعنينا، نجح الطالب ما نجح ما بيعنينا، يعني إحنا قدمنا اللي علينا وانتهى الموضوع. الفترة التدريبية سعادة الأستاذ يعني داخل أنا في المركز بشتغل على 3 مراحل. جميل. لا إحنا بنحكي بمراكز أخرى. في مراكز أخرى الفترة لا تتجاوز بحدها الأقصى 4 شهور. 4 شهور على مرحلة واحدة؟ على مرحلة واحدة، مرحلة الثانوية العامة. هون بالمركز نور الثقافي الدورة التربية 3 مراحل. نعم. والتي وهي المرحلة، المرحلة الأساسية أو مرحلة التعليم الأساسي، اللي هي في خلال هاي المرحلة مهتم في الطالب بإكسابه مهارات القراءة، الكتابة، الإملاء، الخط، العمليات الحسابية، العمليات الأساسية في بعض العلوم المهمة كالرياضيات والفيزياء. نعم. بعدين اكسبوا مهارة الحوار والحديث والنقاش عبر عمل جلسات حوارية بين الطلبة بوجود المدربين والمعلمين وأخصائي علم النفس، يعني أخصائي علم الاجتماع. يعني احنا بنحكي اجتماعية بشكل. بالضبط. جميل. المرحلة الثانوية اللي هي احنا بنحاول نعمل مع الطلاب على توسيع أفق الطالب. توسيع أفق الطالب. جميل. في المواد العلمية اللي بيدرسها في مدرسته أو اللي هو متطلب امتحان الثانوية العامة مثل الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة العربية بشتى هاي العلوم، وبنركز بالذات على المواد العلمية ومواد اللغات بسبب ضعف أبنائنا باللغات وخاصة اللغة العربية. نحن لا نعمل على تدريس منهاج الوزارة فقط، احنا يعني منهاج الوزارة بالنسبة لنا شيء ثانوي، احنا بنحاول نوسع أفق طالبنا بهاي المواد. جميل. كلامك جميل سعادة الأستاذ سعد الدين مستنجي. شو بتحب توجه رسالة الآن عبر منبر شاشة قناة جلسات فضائية عبر عدسة برنامج إنجازات وطنية، رسالة توعية لأولياء الأمور، ما بنحكي للطلبة. نعم. تفضل. أولياء الأمور بحاجة لدورات لهم شخصية حتى تعلموا كيف يتابعوا أبنائهم
منذ المراحل الأساسية في التعليم. أولياء الأمور للأسف ما يحس أنه عنده ولد عم يدرس إلا لما يصير ابنه في مرحلة التوجيه. والآن بتقوم الدنيا وما بتقع، بدي ابني يطلع أحسن واحد، بدي ابني يتعلم أحسن تعليم. طب ابنك وصل مرحلة التوجيه مش حافظ جدول الضرب، ابنك وصل مرحلة التوجيه بعرفش يكتب إملاء، شو بدك تترجى منه؟ أباءنا الأعزاء، تبهوا لوسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا أفقدت أبنائكم القدرة على الكتابة، القدرة على الإملاء، القدرة على الحوار. انتبهوا لأبنائكم في مراحل التعليم الأساسية، انتبهوا لمافيا التعليم الخاص فيهم. أكيد أكيد، بضم صوتي لصوتك مرة أخرى سعادة الأستاذ والمهندس سعد الدين البستنجي، كلام من ذهب اليوم كنت بتحكيه، بكرة ما حد راح يحكيه بصراحة عبر أي تنقل من وسائل الإعلام. سعادة الأستاذ المهندس سعد الدين المستنجي، أكيد لك طموح ورئي ومستقبلي لمركز نور الثقافي للدورات التدريبية، ما هي الطموحات؟ طموحي أني أنشر رسالتي، رسالة مركز نور الثقافي إلى كافة أرجاء الوطن الحبيب، ننشر ثقافة المشاركة بالنهوض في المسيرة التعليمية في البلد. التعليم ليس للتجارة، ننشر ثقافة تعليم أبنائنا الصغار اكتساب المهارات، سواء بالقراءة، بالكتابة، بالإملاء، بالعمليات الحسابية، بالتعامل مع الآخرين، بالحوار، بالنقاش، تنمية اعتماد تعليم طلابنا الاعتماد على ذاتهم، تنمية مهاراتهم ذاتيا. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يقدرنا ونوصل لهدفنا بأن ننشر هاي الرسالة عبر مراكز في كافة محافظات المملكة، في كافة ربوع الوطن الغالي. إن شاء الله دائما للتقدم والنجاح. سعادة الأستاذ المهندس سعد الدين المستنجي، نحن أكيد نعيش في منظومة نعمة أمن وأمان، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان. لو قدر لك في، إحنا نقول أردن حديقة داخل حريقة، وشايفين الأمور ملتهبة حوالينا، والله يديم المحبة والأمن والأمان على جميع الدول العربية، لو قدر لك أن تقبلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، في ظل هذه أيضا الظروف السياسية والعربية، والله يعين صراحة أخواننا في الدول المجاورة، شو بتحب أكيد توجه له رسالة شكر أكيد دائما بدعم فرسان التغيير؟ تفضل سعادة الأستاذ والمهندس سعد الدين البستنجي، المايك معك، الكاميرا أمامك. أقول لجلالة سيدنا شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا على اهتمامك أولا بجيل الشباب، واهتمامك بجيل المتعلم ونشر رسالة التعليم والاهتمام بالطلاب بشتى المراحل. أشكر جلالة سيدنا على مجانية التعليم في المدارس وعلى إلزامية التعليم في المدارس. أشكر جلالة سيدنا على سهره، على راحة المواطنين، على أمن وأمان المواطنين. جلالة سيدنا نراه دائما في شتى المواقع، مواقع الحدودية، يقوم بمتابعة أفراد قواتنا المسلحة، أفراد الأمنية، أفراد القوات الأمنية. أكيد إحنا نشكر الكل دائما، نشكر كل منتسبي الجهات الأمنية على تعبهم وسهرهم على راحة المواطنين، على أمن وأمان الأردنيين. شكرا جلالة سيدنا أبو الحسن. أكيد الله يديمه فوق روسنا، وإحنا بنشكرك سعادة الأستاذ والمهندس سعد الدين البستنجي من قناة جوسات الفضائية الأردنية. لكن حابين نحدد الآن موقع مركز نور الثقافي للدورات التدريبية وأرقام الهواتف للتواصل أكيد مع حضرتك سعادة الأستاذ والمهندس سعد. مركز نور الثقافي شمساني قرب دوار المدينة الرياضية، مجمع العناني، عمارة 141 الطابق الثاني. أرقام التواصل 079-0795-042-054-2-0-37-38-278.
اكيد، والارقام ستظهر على الشاشه عند زميلنا مدير التصوير استاذ ضياء بدران. واحنا من نهايه الحلقه نتقدم اكيد بالشكر الجزيل لسعاده الاستاذ والمهندس سيد سعد الدين البستنجي من مركز نور الثقافي للدورات التدريبيه. نقول لك الله يعطيك العافيه والصحه، وشكرا ايضا لدعمك لبرنامج انجازات وطنيه عبر شاشه قناه جوسات الفضائيه الاردنيه. شكرا سعاده الاستاذ المهندس سعد الدين. شكرا لقناه جوسات الفضائيه، شكرا على اهتمامها بالكفاءات والانجازات الاردنيه والوطنيه، شكرا قناه جوزات لمتابعتها هذا الموضوع الهام جدا، شكرا جوزات. راسك بالعالي مرفوع الهامه، انت اردني اهل الكرامه. راسك بالعالي مرفوع الهامه، انت اردني اهل الكرامه. من الشمس السمراء من التراب الغالي، من ارض الهيبه جبينك مهيوبه. الله اكبر اردني يا بلادي، تكبر وتكبر بالصوت بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. من عطر الغاب في بحضن الريحانة، من فوح الصوت هبتها We'll be right back.